شباب، مراد على مدار مفقود وشكله ما رح يلتقي لفترة طويلة. قررتوا شو رح تعملوا وكيف رح تتحركوا؟ بدنا نلاقي مراد على مدار، ما في شي تاني رح نقرره. ميماتي، هلأ دفنت رجالي واجيت، وانتو كمان لازم تدفنوا مراد على مدار بقلوبكم. إذا المعلم عايش فرح دور عليه للاقيه، وإذا مو عايش كمان رح لاقيه. الدولة كلفت مراد على مدار بمهمة، هي المهمة أهم منك ومني، وحتى أهم من مراد على مدار إذا بدك. إيه خلصونا بقى، أنا ما بفهم لا بدولة ولا بأمي، ما بيهموني أبدا. أنا عرفت الدولة مع مراد على مدار، وآمنت بالدولة مع مراد على مدار. إذا مراد على مدار مو هون فما في شيء أعمل لهم إياه.